والله اللي مع ربنا لا يخيب ولا يضعف ولا يهن ولا يزل. اللي مع ربنا ينظر الى الدنيا كلها كأنها قطرة ماء في بحر ملهاش قيمة ابدا. لا. سيدنا ابو مسلم الخولاني وكان اسمه عبد الله بن ثوب كان من اصحاب الحبيب النبي وكان من اهل اليمن، التقى برجل يسمى الاسود العنسي ادعى النبوة بعد رسول الله. فلما التقى به قال له ما تقول في؟ قال له انت كذاب. قال فما تقول في محمد؟ قال رسول الله. فما كان من الاسود العنسي الا انه ولع نار والقى فيها ذلك الصحابي الجليل. ايه اللي حصل بعد ما القاه في النار؟ بعد يوم واحد انطفأت النار ولم تأكل منه شيئا ولم تحرق منه ثوبا. ومرت الايام ويجيه عبد الله بن ثوب الى المدينة، وبعدين لقيه عمر بن الخطاب فتفرس فيه قال له وانت الذي نجاك الله من النار؟ خد بالك من الكلام، انت اللي ربنا نجاك من النار. كان يقدر الراجل، هو الراجل اسمه عبد الله ابن ثوب، عبد الله ابن ثوب، احفظوا الاسم ده لانه اسم كله شرف، زي ما بتحفظوا اسم الكابتن لطيف والكابتن زيزو وميزو، احفظوا برضو الاسم ده ينبكم صواب لله. عبد الله ابن ثوب لما جه المدينة مسك فيه عمر بن الخطاب اتفرس فيه لقاه هو نفس الشبه، قال له مش انت اللي ربنا نجاك من النار، من نار الاسود العنسي؟ كان يقدر عبد الله بن ثوب يقول له يوانا ده انا فتوة كبير، انت ما عندكش خبر بي، انا بقى اشوف اهو انا اللي نجاني ربنا من النار. تعرف الراجل بكل تواضع قال له ايه؟ قال له بل ذاك ابو مسلم الخولاني، هو له اسمين، اسمه عبد الله بن ثوب وكنيته ابو مسلم ولقبه الخولاني. خد بالك، خد بالك من الكلمه دي، بيقول له مش انت اللي ربنا نجاك من السوق من النار؟ مش انت عبد الله بن ثوب؟ قال له بس ده ربنا نجى ابو مسلم، انا اسمع عبد الله بن ثوب انما ربنا نجى مين؟ ابو مسلم. ليه؟ عشان ما يتظاهرش بالرياء. ها؟ فسيدنا عمر قال له ألست عبد الله؟ قال له بل أيوة أنا عبد الله. طب ما أنت اللي ربنا نجاك من النار؟ قال له ده ربنا نجى أبو مسلم. ما هو اللي بيصلي ركعتين بالليل النهاردة بيصبح يتوب في الشغل، أنت يا فلان ما نمتش والله طول الليل بصلي، قريت إلا الذي تبارك وعما يتساءلون، ويمكن يتعمد إنه يتساوب قدام الناس عشان إيه؟ قايم طول الليل قال يعني بإيه؟ أبدا. يسير الرياء شرك. فبيقول له انت عبد الله ابن ثوب اللي ربنا نجاك من النار؟ قال له ده ربنا نجى ابو مسلم. قال له طب قول لي بقى مش انت ابو مسلم ولا لا؟ ما يقدرش بقى يجلف فيه. الله، تعرف عمر يقول ايه؟ عمر العظيم الرجل العظيم الصافي، انت عارف يقول له ايه؟ الحمد لله الذي احياني حتى رأيت في أمة محمد رجلا كإبراهيم الخليل. ربنا نجاه من النار، ربنا نجاه من ايه؟ من النار. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسب. من يتوكل على الله ايه؟ فهو هو اللي هو مين؟ اللي هو هو فهو ايه؟ حسبه. ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. هو احنا لو عرفنا ربنا حق المعرفة حد يقدر يقف قصادنا؟ نمد ايدنا نشحت؟ ابدا والله، والله ده احنا نبقى اغلى الناس عند ربنا نهار ما نقول يا رب، انما للأسف ما عمر الناس قالوا يا رب ابدا. واحد يروح مسلم واليهود والنصارى والبلاوي
ما فيش واحد يقول يا رب ابدا. بقى ربنا بينادي علينا وبيقول فاين تذهبون؟ قال لا، رايحين للشيوعيين اعدائي، رايحين للصليبيين اعدائي، رايحين للصهيونيين اعدائي، امال يا رب نروح لمين؟ قال ففروا الى الله. تعالوا لي قال قولوا يا رب، قولوا يا رب خليكم معايا انا اللي معايا، بقول فيه نور على نور، اللي مش معايا بقول فيه ظلمات بعضها فوق بعض، اللي معايا بقول فيه يهدي الله لنوره من يشاء، اللي مش معايا بقول فيه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ما توحدوا النور، وحدوا النور وصلوا على النور واعملوا بالقرآن النور. يا سلام يا سلام. الله، ده كأن المسألة المسألة خطيرة. ايوه خطيرة، خطيرة جدا، خطيرة جدا. نهار ما نقول يا رب ربنا حسخر لنا الشجر والحجر السماء والارض. عباد ابن بشر واسيد ابن حضير دول اتنين من صحابة النبي، كانوا قاعدين مع النبي بالليل في بيته، قعدوا مع النبي في بيته وهم طالعين، الجو مظلم، الليل مظلم وما فيش فوانيس في البلدية ومعهمش كشاف يمشوا بيه، الشوارع ضلمة، يمكن يطلع كلب يعضهم، يطلع اي حاجة تأذيهم. هيعملوا ايه؟ ما فيش فانوس، ما فيش لمضة. انت عارف ايه اللي حصل؟ وهذا حديث رواه في الصحيح، وهم طالعين كل واحد معاه عصاه، واذا بعصا احدهما تنير الطريق. العصا، العصا بتاعت عباد ابن بشر بقت عبارة عن لمضة فلورسن، بقى ماسك لمضة فلورسن بتستمد نورها منين؟ الله نور السماوات والارض. طيب انت يا عباد هتروح بيتك وبعدين انا هعمل ايه؟ ده انا بيتي في شارع غير الشارع اللي انت فيه، هتديني عزراك امشي بيها ولا هتيجي توصلني؟ قال له بس اما تيجي تمشي يحلها ربنا. عباد قبل ما يفترقهم كانت العصا بتاعت اسيد ابن حضير نورت ربنا، يعني كل واحد مشى من طريق فانارت له عصاه. والله كده يا رجاله، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا سلام يا سلام على الاعتماد على الله وعلى التوكل على الله. انا عايزك تزيد الحبيب النبي صلى، تقول اللهم صل عليه، عشان الصلاة على النبي بتنور القلوب وتفرج الكروب. فبيقول له يا ابني انت تقدر تطلع من ملك الله وتعصيه؟ قال له لا. قال له يا ابني تقدر تاكل من رزق واحد غير ربنا عشان تعصيه؟ قال له لا. قال له يا ابني تقدر تعصي الله في مكان ربنا ما يشوفكش فيه؟ قال له لا. قال له هات الرابعة. قال له يا ابني اذا جاءك ملك الموت وانت عاص اتستطيع ان تطلب منه التأجيل؟ خد بالك يا شيخ صالح، خد بالك. ايوه ما تنامش يا عم صالح، الا بكره النوم هيطول، هننام في الغفير كتير يا عم صالح. أيوة. ربنا يطول عمره. ايوه قال له تقدر يا ابني لما يجي لك ملك الموت تقول له طب اديني كده يعني 5 ايام عبال ما توب؟ شوف شوف، ده الامام مالك ابن انس امام دار الهجرة وامام مسجد الرسول نايم في ليلة لقى واحد في المنام قال له من انت؟ قال له انا ملك الموت. قال له سبحان الله، ده جاي لي تعمل ايه؟ قال له بقول لك يا ملك الموت انا فاضل من عمري قد ايه؟
وحد الله. قال لك ده فرصة. ده يعني الناس قبل نتيجة الثانوية اللي له معرفة في الكنترول بيدور يقول له ما تشوف لي النمرة بتاعت الولد. ده بقى مش ده ملك الموت جاي بنفسه اهو. اما اشوف النمرة قبل ما تظهر في الجرائد بكرة انا فاضل من عمري قد ايه؟ ملك الموت شاور له بصابعه الخمسة. 5 سنين ما ردش. 5 شهور ما ردش. 5 ايام ما ردش. يا ملك الموت جاوبني اعمل معروف. استيقظ الامام مالك ولم يسمع اجابة عن الخمسة. الرجل ام قبل الفجر يصلي. انما بعد عنك ملخ. قال لي يكونوا 5 ساعات. قال الحق الم حالك. ها؟ ده اللي بيبقى مسافر اسوان وراح في قطر النوم يبقى قبلها بيومين بيحزم الامتعة. او يوضب المسألة لان قطر النوم لو فاته حينام على الرصيف. يوضب حاله قبلها بيومين. وده مش موت بقى. مش نوم. ده موت. كان يقدر الامام مالك يصاين ويقول لك يا سيدي زي ما ترسي دق لها 5 ايام 5 ساعات. يا بختنا بالنبي. يلا. يعني يا سيدي احنا زرعناها جعضت طلعت بطيخ. يا سيدي. انما ملك الموت استأذن وساب الامام مالك. والامام مالك عايز يعرف الخمسة دول ايه. كان يقدر يفسرهم هو باي تفسير. 5 سنين زي بعض. عشان برضو الواحد ياخد امل في الحياة. طب ما تخليهم 5 شهور. ماشي. لا لا يكونوا 5 ايام. مش ممكن. كان يقدر يفسر زي الناس بتصفر تفسر الاحلام. الواحد عشان خاطر ياخد يومين عرض يدخل على رئيس مجلس الادارة. صباح الخير يا بيه. قال له صباح النور. في ايه؟ اسكت يا بيها اللي انا شفت لك رؤيا امبارح. يا سلام. ايه دي؟ يقوم التاني بقى ايه طالع معكنن يعني زعلان من البيت. المدام معكره مزاجه فعايز يسمع اي حاجه تثبت انه راجل كويس. تعالى اقعد جنب. في ايه؟ يا بيه ده انا شفتك طاير في السماء. ما نزلتش الا في مطار الماس. يا سلام. يعني خلاص يعني فانت. وكنت لابس ايه يا عزيز بيه؟ يوم له كنت تعرف يا سعاده البيه لابس اخضر فخضر وكرافطه جميله وفيها فص الماس. طب تفسرها بايه؟ يقول له ده عايز تفسير يا بيه. ربنا هيرفع درجاتك. يقول له ما انا في الدرجه الاولى. يقول له لا حضرتك بقى مدير عام الف. يا سلام ليك الحلاوه. يقول له بس لو سمحت بقى سيادتك انا اصلا مسافر بقى عايز يومين عرب. شغل الشعب المصري هو كده. ها شيلني وانا شايلها. ها يا اخوانا بالله العظيم في ناس بتروح العمل هو مش راح يشتغل. يبقى بيشتغل في ورشه السكه الحديد. يروح العمل الساعه 8 اول ما قبل ما الاول يمضي حضور وبعدين يكون واخد الفول معاه. عبال ما يخرط الفلفل والبصل والبتاع والجرجير والبقدونس تكون بقت الساعه 10. من 8 ل 10 بيوضب في الفول. ها من 10 ل 12 ياكل. من 12 ل 2 يكون الشاي بيستوي. هل يعمل الشاي على البابور؟ لا على السبرتاي. يقول لك عشان تبقى نارها هاديه. يوم الشاي استوى على مين؟ يعني. والساعه 2 يمضي انصراف ويلبس الافارول. اشتغلت ايه؟ فطرت والحمد لله. لا.